مرحبا. من أول الزيارات يلي منعملها وقت نروح على الشام زيارة الجامع الأموي يلي هو معلم تاريخي وأثري وحضاري قبل ما يكون معلم ديني. وهالمعلم مر بمراحل تاريخية طويلة، منها إعمار ومنها حريق ودمار. رح نحكي عن هي المراحل بشكل كتير مختصر. انبنى بموقع الجامع الأموي بعهد مملكة آرام دمشق بمطلع الألف الأول قبل الميلاد معبد آرامي خصص لعبادة الإله حدد، إله الخصب والرعد والمطر. وانبنى عن نموذج المعماري الكنعاني التقليدي المؤلف من فسحة مسورة وغرفة صغيرة للعبادة. وقت سيطروا الرومان على دمشق سنة 64 ميلادية عادوا تكوين وتوسيع المعبد الآرامي بإشراف المهندس المعماري الشهير أبولودوروس الدمشقي، وحافظوا على معظم تصميمه الأصلي وخصصوا لعبادة الإله جوبيتر. وبهي الفترة تم توسيع المعبد ليصير أكبر معبد روماني بسوريا. ومن بقايا أثار هذا المعبد الأعمدة الرومانية يلي منشوفها غرب الجامع الأموي عند مدخل سوق الحميدية. وبسنة 391 ميلادية أقاموا البيزنطيين مكان معبد جوبيتر كنيسة يوحنا المعمدان، وتحول معبد جوبيتر لكاتدرائية. وبيقولوا بعض المؤرخين إنه راس يوحنا المعمدان أو النبي يحيى مدفون هناك. وبعد دخول المسلمين لدمشق وبعصر الدولة الأموية يلي قامت سنة 662 ميلادية تم قسم كاتدرائية يوحنا المعمدان لقسم شرقي مخصص للمسلمين وقسم غربي مخصص للمسيحيين. وبنوا المسلمين بالقسم الشرقي المخصص للمسلمين غرفة صلاة صلى فيها معاوية بن أبي سفيان. وبعهد الحاكم الأموي الوليد بن عبد الملك سنة 705 ميلادي أمر ببناء الجامع الأموي الكبير بدمشق بموقع الكاتدرائية البيزنطية مقابل منح المسيحيين كنيسة حنانيا. وبني الجامع الأموي على أنقاض كنيسة يوحنا المعمدان البيزنطية على نفس المخطط المعماري لمسجد المدينة المنورة، ومنه انتقل هذا النمط بالبناء للأندلس وشمال إفريقيا. وبعدها توالت الدول والحكومات على دمشق. بكل فترة من هاي الفترات كان ينشغل على الجامع الأموي ويدخل تفصيل جديد على بنائه لحد ما وصل للشكل اللي منشوفه فيه بالوقت الحالي. هاي كانت أهم محطات البناء والإعمار بتاريخ المسجد الأموي. أما من أهم محطات الدمار كانت الحريق الكبير يلي صار بصيف 1893 ميلادي، وقت كان واحد من العمال يلي عم بيصلحوا رصاص السقف بوقت استراحته عم بأرجل، وشعل النار ليشعل فحم للأرجيلة، فهبت النار بالجامع وبلشت تنتشر بسرعة كبيرة، وصار الصياخ والعياط ينسمع جاي من كل الجهات. الأموي عم يحترق، الجامع الكبير احترق، لحق الجامع عم يحترق. تركوا هالتجار محلاتهم مفتوحة وركضوا باتجاه الجامع وبلشوا يطالعوا السجاد والمصاحف وكل شي بتوصلوا إيدهم، والباقيين صاروا يركضوا يطفوا النار بالمي. بس النار كانت أسرع من الكل، وخلال نص ساعة صار سقف الجامع شعلة واحدة وانهار البناء كله على أثر الحريق يلي امتد للأسواق يلي حواليه. الكارثة كانت كبيرة، خاصة أنه الجامع الأموي بيعني كتير للدمشقيين. قام وقتها حطوا الدمشقيين إيدهم بإيد بعض لإعادة أعمار الجامع، وألفوا لجنة بكل حي لجمع التبرعات. فاللي معه بيتبرع بماله، والفنان بيقدم فنه، والفقير بيتبرع بجهده وعمله. ووقتها اخترع عبدالله الحموي عرباية لنقل الأعمدة الجديدة من جبال المزة لحرم الجامع، وهالعرباية لساتها موجودة لليوم بساحة الجامع. اشتغل بإعادة إعمار الجامع الأموي أكثر من 500 عامل يومياً لمدة 9 سنين لحد ما انتهت عملية إعادة البناء سنة 1902. وهيك رجعوا الدمشقيين بمحبتهم وإخلاصهم ووحدة قلوبهم وبأموالهم وزنودهم الجامع الأموي. وهي القصة بالحقيقة هي مثال صغير
عن كتير قصص بالتاريخ السوري يلي أثبتوا السوريين فيها قدرتهم على إعمار بلدهم.